رانا خانو، لك انت شو اللي جابك لهون؟ بعدين كيف دخلتي على البيت من دون اذن؟ حضرتك صار لك فترة مطنشتيني، بس موظفينك يلي هون ما نسيوني. طلعي من هالبيت فورا، هالوك ممكن يجي بأي لحظة ويشوفك معي. أنا جاية إلك إنه صار لازم تعامليني بجدية أكتر وإلا بتندمي. ما فهمت شو المطلوب؟ شو هو اللي بدك يعمي ليسا؟ سافاش ما بدي غيره، بدي ترجع علاقتنا مثل الأول. الظاهر مانك حابة تفهميني، بس مجبورة تسايريني وتنفذي طلباتي. بفهم منك إنه عم تهددي؟ أيوة، برافو عليكي. وبتعرفي شو بقدر أعمل؟ بخلي الدنيا كلها تعرف مين بكون أخوكي هالوك بيك. أنتي ما فيكي تساوي شي، لأنه هيك حياتك كمان رح تتدمر. على أساس حياتي ما تدمرت؟ ليكي ميليسا، أنا ما بعرف ليش ابني ما بده يرجع لك وشوفي بيناتكم. شلون بدك تعرفي والمي ماشية من تحتك وانتي مو حاسة فيها؟ مستحيل يصير شي ما أعرف فيه. صار المستحيل. سافاج ونزلي مرتبطين. لا، انتي عم تكذبي. العمى، معقول تطلع غبية وما بفهم؟ يا أما أنت بتبعديهم عن بعض وبتنهي هاي المسخرة، يا بقول رانا خانو كل شي صار معي بالحرف، وهالمرة عن جد. هذا هدية من أبوكي؟ يعني هو المفروض مثل أبي. أنا كمان حابب أشتري كلب لبنتي، إجيت من مكان بعيد لحتى أشوفها، وحابب بغيابي يكون هالكلب معها ليحميها على طول. ممكن تقبلي هالهدية مني بيري؟ بتمنى ما تخجليني. اعتبريها من قبل بنته. إيه؟ ماشي، شكراً إلك. انتي من وين جبتي هذا الشال؟ ليش مو حلو؟ فهميني شو جاب هذا الشال لهون؟ في واحد بالحديقة هو اللي عطاني اياه. وشو قال لك؟ ما قال لي شيء ابدا، بكره رح شوفه بالحديقة. في جرو وعدته اني اعطيه. انا عملت شيء غلط امي؟ بيري اوعك مرة ثانية تحكي مع الغرفة وما تاخذي اي شيء بيعطوك اياه. رح تروحي؟ ايه، بس مو لعندك. بيري لوين رايحة؟ هلأ منروح على المينا ومنستنى هالوك ليوصل. ايه، بس المفروض نجهز كل شيء قبل ما يوصل. جبتي معك جهاز التسجيل؟ شو؟ مو عأساس كان معك؟ عم بتغلص بس منشان تعرفي إنه بلايي ما بيزبط شي. إيه هلأ فهمت، أصلاً أنا من دونك بضيع. هاي أمي. إيش دخلني رد؟ أهلين أمي. اللي وينك سافاش؟ أنا مع رفيقي هلا. لكن ألغي مشوارك مع رفيقك وتعال على البيت، بدي إياك. طيب لشو بدك يعني؟ خلص بلا كتر حكي وتعال فورا. هلا وقتك، شو بده يكون صاير؟
إذا في شيء ضروري فيك تمشي. أنا ما بدي روح وأتركك لحالك هون. ماشي، ارجع بسرعة، معنا وقت. أنت ما في داعي تاكلي همي، خلص قلت لك ما بدي روح. سافاش، بلا ما تشك أمك بشي، أنت روح وارجع ولا تطول. معناتها اسمعي، رح روح شوف شو بدها، وأنت بتسبقيني على المينا. تمام، يلا. نزلي. بعرف مو وقت هالحكي اللي بدي احكي، وانه في كتير قصص شاغله بالك اليوم، بس حاسس اني رح اختنق اذا ما بحكي. بصراحه انا اشتقت كتير اني بوسك وضمك لصدري وتخجلي مني وتغطي وشك بإيديكي. تفاصيل كتير عشناها سوا عم بشتاق لها، وخاصة لما تحكي اللي بقلبك وتصيري تخبصي وبعدين تحاولي تصلحي اللي قلتيه. ما بتتخيلي قديش مشتاق لها التفاصيل وقديش بحبهم. أنا ما قدرت سامح حالي، رح تقدري تسامحيني يا ترى؟ هلأ خلص هالحكي مو وقته. بشرفك جاوبيني نزلي. بعدين هلأ روح انت.